لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في الواقع أن اليوم لن يكون جزء من استمرار لشرح كتاب هذه مفاهيمنا، وإنما سنستقطع هذه المرة لنعطي درسا تحت عنوان أضواء على منهج الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى. يعني منذ أيام توفي الشيخ القرضاوي رحمه الله ورزق أهله الصبر والسلوان، لله ما أخذ لله ما أعطى، كل شيء عنده مقدار، فليصبروا وليحتسبوا. هذا يعني حق لكل مسلم، أنه إذا توفي نترحم عليه ونعزي أهله، بل التعزية أمر أوسع، أن التعزية أمر بالصبر، فيؤمر بها كل من يمكن أن يؤمر بالصبر. لكن اللي بيضطرنا للتذكير بمنهج الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى وعفى عنه، إنه طبعا بشكل حدث الموت حدث له هيبة وله أثر في النفوس، لكن هناك استثمار غير جيد من هذه المدرسة. الشيخ القرضاوي رحمه الله بيمثل مدرسة، هناك استثمار من هذه المدرسة بيخرجوا عن حق، يعني حتى حيز ال يعني أداء حق الميت وحق أهله إلى البروباغندا الإعلامية والكلام على إطفاء ألقاب معينة. من حقهم أن يطفوا الألقاب التي يشاؤون على منظر فكرهم مقيدة بفكرهم، إنه أبرز مجتهدي مثلا يقولوا أبرز مجتهدي لاجتهاد المقاصد إنشاؤه، مدرسة التيسير المعاصرة إنشاؤه، وغير ذلك من المدارس أو الأسماء التي وصفت بها هذه المدرسة. اللي طبعا بلا شك الشيخ القرضاوي رحمه الله أحد رموزها، بل هو رمزها الأبرز في العصر الحديث. لكن إن كمان بيحاول بقى يضغط على نفسه أنه لا، ده المجتهد الأمة في هذا العصر، وفتح مجالات للايه لنوع من ان اللي ما يعترفش بكده يبقى يعني كانه بينكر شيء، يعني يلزم كل مسلم ان يقر به مثلا او شيء كذا. في الواقع لان هذه المدرسه نحن نراها مدرسه من الخطوره بمكان، لمخالفتها للادله في اصل كلي، وليس وهذا الأصل الكلي نتج عنه مجموع الجزئيات كانت تبدو قديما. أول ما الشيخ القرضاوي رحمه الله كتب كتاب الحلال والحرام، إن الكلام على اللحية، على التصوير، على النقاب، على الإسبال، ورغم أنه هو الشيخ هو اللي ابتدأ وكتب كتاب خاص لجمع فيه رأيه في هذه القضايا، إلا أن الكتاب منذ نشره الشيخ القرضاوي رحمه الله و أتباعه أو هذه المدرسة ككل، المدرسة الإخوانية بفروعها كلها، يطاردون السلفيين بتهمة أنه لا تشغلهم إلا هذه القضايا، مع أن الشيخ القرضاوي هو اللي ابتذر بالتأليف ليرد على الـ يعني ترجيحات السلفيين في هذه القضايا. على أي ما يكن، وكان في الآخر يعني إذا أثبت عليك تهمة انك انت اللي مهتم بهذه الجزئيات، خلاص بقيت انت راجل مستغرق في الجزئيات وتارك للكليات. واذا في النهاية على الاقل حتى يعني بينت ان الاجتهادات التي يتمسك بها البعض او اجتهادات الشيخ القرضاوي فيها نوع من المخالفة للأدلة الجزئية ومستندة على اصول كلية مخالفة للأصول التي كان عليها
مش القرون المفضلة والأئمة، يعني نقول أصول الفقه اللي عملها أو اللي دونها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة ومن ثم من بعده. فيقول لك طب أنت يعني دي ده كل اللي شغلك، يعني أنت في الآخر هو كان بيثور دايما جدال ينتهي إلى أنك هتكون غلطان، يعني سواء أثبت يعني صحة ما تراه أو يعني أثبت أن هناك أدلة على الترجيح اللي بترجحه أو ما هو قدر يقنعك بترجيحه، في الآخر أنت يا إما هو أقنعك بترجيحه يا إما أنت راجل منشغل بالجزئيات وكنت عمال تشغله بهذه الجزئيات ورغم أن معاك حجة فيها لكن أنت عيبك أنك منصرف عن الجزئيات إلى الكليات. طب يا أخوانا هو مين اللي ألف الكتاب ومين اللي كان دايما يمتحن السلفيين في هذا ومين اللي كان لما يروح يحاضر غير السلفيين يقول أنا مشكلتي مع السلفيين إن ما عندهمش غير المسائل كذا وكذا وكذا وكذا، مع إن ما حدش جه سألك فيها ولا حدش جه ابتدر إنه يناقشك فيها لا غير ذلك. المهم إن هذا المنهج الأصولي الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى أحد رموزه أو ربما يكون رمزه الأبرز في العصر الحديث، لم يكتفي بهذا، لم يكتفي بهذه القضايا اللي في الآخر كان بيقول لك يا عم انت دي قضايا ليست جوهرية، لا احنا وصلنا لحاجات مثلا من جنس ان المسلم الامريكي يمكن ان يقاتل في الجيش الامريكي اذا كان رايح يقاتل في افغانستان او في العراق، وده ممكن يهدم يعني دعوة الاخوان من اولها لاخرها اللي قائمة على الحاكمية و فيبقى وحنيجي للفتوى ديت، فتوى ان المسلمة المرأة اذا كانت هي يعني اسلمت ولم يسلم زوجها في اوروبا انها تبقى معه، ودي من افضح الفتاوى ونحو ذلك، يعني في الواقع ان المنهج افرز فتاوى كثيرة جدا يعني غاية في الشذوذ. احنا مش موضوعنا الشيخ القرضاوي اطلاقا، ولكن موضوعنا ان الكلام على انه له اجتهادات لم يسبق اليها في سياق الثناء، يبقى معنى كده الاجتهادات دي حاجة كويسة، الاجتهادات الشذوذات اللي احنا بنقولها دي، يعني لما بيجي حد الان عمال الثناء على الشيخ القرضاوي هو ايه؟ ان له اجتهادات لم يسبق اليها فهو مجتهد هذا العصر. ايوه كل هذه الاجتهادات التي لم يسبق اليها شذوذ، مش ان مثلا جاءت نازله لم يكن قد سبق فاصح بحثها العلماء السابقين، بحث العلماء السابقون فجاء من بحثها على ضوء قواعدهم واتى ببحث فنقول ان هو ده مجتهد سني معاصر بيكمل طريق الائمه الاربعه وغيرهم من الفقه السني واصولي، لان الفقه السني قائم على الأدلة الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة وتطبيق منهجهم في النوازل التي لم يبحثوها. لكن فإمتى نقول على حد إن هو مجتهد ذلك الزمان وحللنا مشكلات؟ لما أقول إنه مش إنه شذ اجتهادات لم يسبق إليها، بما اجتهاد لم يسبق إليها قد تكون نازلة كانت جديدة وتحتاج لمجتهد. فنشوف مين المجتهدين اللي ربنا فتح عليهم، لان هو المجتهد يعني زي سواء المسائل القديمه او مسائل النوازل بعد ما بيعمل مجهود وبيبقى الامر قابل انك تقيمه حتى لو كطالب علم، يعني فتقول والله الكلام ده كلام متين جدا او يبان، فممكن يبقى عندي نوازل وعندي حد تعامل معها فنقول والله ده مجتهد هذا الزمان او احد مجتهدي هذا الزمان وفق اصول اهل السنة. اما الذي يأتي الى امور قد بحثت وفيها اجماع فيأتي بقول جديد ده اسمه شذوذ، ده لو المسألة فيها خلاف واتى بقول لا يراعي القدر المتفق عليه من اقوال المختلفين، ان احنا عارفين في الاصول مسألة اذا اختلف السلف على قولين
هل يجوز احداث قول ثالث في المسألة ام لا؟ وهذا هذا هذه المسألة فيها مذهبين، بعض العلماء بيقولوا لا يجوز، والبعض بيقول يجوز بشريطة ان طبعا يجوز لمجتهد انه يكون له اجتهاد اخر، شريطة الا يخرج عن القدر المتفق عليه بين السلف. فاذا مخالفة الاجماع اللي هو الامة مجمعة على قول ما، زي الاجماع على حرمة يعني بقاء المسلمة تحت الكافر، ويبقى ده صدام يعني فج جدا للنصوص وللاجماع، بل حتى المسائل التي كانت خلافية بين السلف وكل ان حد يبحثها فيأتي بقول يخالف القدر المتفق عليه من اقوال المجتهدين ايضا ده شذوذ. اذا في الواقع من حق اصحاب هذه المدرسة ان يقولوا هذا، يعني الشيخ القرضاوي رحمه الله هو الرمز الابرز والامام الاكبر ومجتهد الاصحاب مدرسة العصرانية او الليبرو اسلام او الاجتهاد المقاصدي او اي عبارة، غير ان ينسبوا هذا الى عموم الامة، لان عموم الامة ليسوا كذلك. وعلى بالمناسبة عموم الامة دول بيشملوا اصحاب المنهج السلفي واصحاب حتى المناهج المذهبية التقليدية. يعني اصحاب المناهج المذهبية التقليدية لا يرضون، او كان وفق اصولهم لا يرضون بهذه لهذه الشذوذات، وان اصلا دول كثير منهم بيمنع احداث اي قول خارج المذاهب الاربع، وده حتى لو مش احداث، ده لو يقول لو انك انت في قول لاحد التابعين ثابت منقول في الكتب ولكن لم ياخذ به اي من الائمة الاربعة، لا يجوز انك انت تأتي كمحقق متأخر وتفتي ببعض مذاهب التابعين التي هجرها الأئمة. واحنا لا نوافق على هذا، بس انا هنا في سياق ايه بيان ان نتاج مدرسة التيسير المعاصر ان صح التعبير، او الاجتهاد هكذا يسمونها، لان احنا برضو الذي نرى ان الذي يفعلونه ليس تيسيرا منضبطا، او مدرسة الاجتهاد المقاصد المعاصر او نحو ذلك، هذا كله نتاج لا يستقيم لا على 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 المنهج السلفي الذي ينادي بالرجوع على الكتاب والسنة فهم سلف الامة، ولا حتى على المدارس العلمية التقليدية اللي هي فقهها محصور داخل المذاهب الاربعة، بل لا يجوزون حتى للمحققين منهم ان يرجح بعض مذاهب التابعين التي تركها، التي لم يقل بها احد من الائمة الاربعة، او ان جوزوا هذا ففي اضيق الحدود. اما ان يجي واحد معاصر فيخترع اقوال يصادم بها مسائل معدودة من مسائل الاجماع، او يحدث قول جديد حتى في مسائل الخلاف، فهذا لا يقبل عند هذه المدرسة. طيب، فاذا اللي بيعنينا ان ننتبه الى ان الشيخ القرضاوي رحمه الله طبعا اكيد سيكون له فتاوى منضبطة في لا سيما في العبادات، يعني المسألة هنا دايما هنتكلم على ضغط الواقع على اصحاب هذه مدارس التيسير، سواء بنتكلم على التيسير او المقاصد او غير ذلك، فدايما ضغط الواقع هو اللي مؤثر عليهم. كل ما بعدت عن ضغط الواقع كل ما ستجد انهم يطبقون الفقه المعروف، ويرجع الى الائمة في الفقه اللي هو بيرجع اليه ونحو ذلك. لذلك هنلاقي مثلا اعدى الكتب الشيخ القرضاوي رحمه الله كتاب فقه الزكاة، مع انه لا يسلم من انتقادات، يعني كسائر الكتب الفقهية ممكن تاخد وتدي معها، لكن يعني كان بدايات بعض التوجهات الاجتهادية عنده او النزاعات الاصولية غير المنضبطة كتوسيع معنى المصلحة او نحو ذلك، ربما ظهرت اثارها على بعض المواطن ده في كتاب فقه الزكاة. لكن كل ما تروح للعبادات ستجد ان الشيخ القرضاوي وغيره من ارباب هذه المدرسة ان هو كلامهم يعني رجوع الى الكتاب والسنة فهم سلف الامة، كلامهم فتاوى مأخوذة عن علماء عن الائمة الاربعة او عن المذاهب الاربعة بصفة عامة. وكل ما بقرب الى الواقع بقرب واقع
السياسي، واقع العامة اللي جد جديد بقى، واقع الأقليات المسلمة في الغرب، واقع الغرب نفسه والعولمة ومحاولة إثبات للعالم أن المسلمين يمكن أن يكونوا جزء من العالم، اللي منها الفتوى الأكثر شذوذا في تاريخ القرضاوي رحمه الله في مسألة أنه يجوز للمسلم أن هو يكون في الجيش الأمريكي، وبل وفي غزوه لأفغانستان أو العراق أو نحو ذلك. يبقى كل دي ضغوط، كل ما بروح عند هذه الضغوط أتوقع تأويل متعسف لا تأباه النصوص تماما، ويأباه الصناعة الفقهية، وتأباه أصول الفقه، وإن اتسعت له الأصول التي اضطر الشيخ القرضاوي أن يؤصلها أو أن يساير فيها غيره ممن سبقه على هذا الطريق، أو حتى يعني أنه يساير فيها بعض من يعني تابعه على هذا الطريق، وأن كانوا أكثر توسعا منه كالترابي والغنوشي مثلا ونحو هذا. إذا أردنا أن نحلل منهج الشيخ القرضاوي رحمه الله، سنجد أن الشيخ القرضاوي بينتمي إلى مدرستين أو ثلاثة. المدرسة الأولى هي الأزهر، ونحن نعلم أن الأزهر مدرسة وفق ترتيب علمي اللي هو أشعرية العقيدة، مذهبية الفقه، صوفية السلوك. هل القرضاوي رحمه الله بيقول أنه كان متأثر جدا بدراسته المذهبية إلى أن انفتح على تراث ابن تيمية وابن القيم، فوجد أنه رحابة الفكر الإسلامي أوسع مما درسه في الأزهر؟ لكن هو يا ليته يكون كان التأثر بابن تيمية وابن القيم. وطبعا يعني روح ابن تيمية رحمه الله في البحث العلمي ونبذ التقليد والعناية بقضية درء تعرض العقل والنقل، والعناية بقضية الحكمة والتعليل الأحكام، كل ده خلى ابن تيمية يعني بيرجع إليه الجميع. لكن في الواقع أكيد الشيخ القرضاوي وكل يعني محبيه يدركون تماما ان كلامه في الاخر في القضايا اللي هو قالها، في كثير من القضايا اللي هو قالها، لا يمت لكلام شيخ الاسلام تيمية باي صله. وان شيخ الاسلام تيمية مثلا في قضيه الولاء والبراء لا له موقف غايه في الوضوح، و حتى المدرسة اللي قلنا عليها أشعرية العقيدة، مذهبية الفقه، صوفية السلوك، كتير منهم أو بعضهم في قضية الولاء والبراء كان كابن تيمية بالضبط. يعني مثلا الاقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم للشيخ ابن تيمية، الغماري شبه مختصر تماما في الاستنفار لغزو التشبه بالكفار. فبعض الناس يعني كل واحد بقى حسب يعني وارث ايه من تراث ابن تيميه. ممكن يكون الشيخ القرضاوي انتفع بسعه افق شيخ الاسلام ابن تيميه، مناقشاته المستفيضه في كل المسائل اللي بيخوض فيها، لكن في الواقع كنتائج في الحاجة يعني سواء في الأصول أو الفروع، أن أصوله مش هي أصول ابن تيمية، أن أصول ابن تيمية هي أصول الأئمة الأربعة. يعني ربما ما يكونش حنبلي بالمعنى الدقيق لكلمة حنبلي، أنه يعني يرجح دائما أصول الإمام أحمد، لا، ده هو في مسائل أقرب إلى أصول الإمام مالك رحمه الله، وفي مسائل ربما وافق الإمام أبا حنيفة. يعني هو حتى في يعني نقول سعة أفق ابن تيمية واطلاع على كل المذاهب ممكن تكون أثرت في القرضاوي رحمه الله. والقرضاوي بيتكلم على أنه الأفضل عدم المذهبية، ده أحد جزء من، وقد يظن أنه بهذا يلتقي مع السلفية، لكن في الواقع لا. ليه؟ لأنه هو وإن كان أنه بيقول لا ما ننتميش لمذهب،
عشان في الآخر ننقي بين المذاهب وفق مناهج التيسير المعاصر أو مناهج الاستجابة لضغوط العامة، وقلنا الأفضح منها لما تحولت بعد كده الاستجابة لضغوط الغرب. ودي طبعا برضو ما يعني المدرسة دي نقدر نقول في ناس يعدوا أقران للشيخ القرضاوي أو من أقران بس هو متميز عنهم شوية، زي مثلا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. وأن كان الشيخ محمد الغزالي كان أسلوبه أكثر فجاجة، القرضاوي دائما بيتميز أن أسلوبه ألطف حتى في هذه القضايا، وبيبقى متوقع أن كلامه بيثير عاصفة انتقاد فبيمتص هذا الانتقاد ويعني بشكل مقبول غالبا، إلا في الأزمة الأخيرة اللي هنرجع له. يعني هو في الواقع في آخر حياته أتى بشيء، يعني كل حياته ماشية في سكة فيها الانتقاد اللي احنا بنقوله ده، لكن هو كان مشهد طول حياته عفي اللسان جدا، ومع دفاعه المستميت عن الإخوان إلا أنه كان دايما يطلع منهم الطيار القطبي ويتكلم ان الاخوان عليهم لازم مراجعات واضحة جدا للتبرؤ من الطيار القطبي، وان محاولة الاعتذار حتى اللي كان بعض السلفيين بيقول احنا كنا بنقولها في ان مشكلة سيد قطب كان ان قلم الاديب وكده، لا ده هو كان مصر على ان سيد قطب يعني ما يقول وانه لازم الاخوان يتبرؤوا من هذا الى غير ذلك. في الواقع في الأزمة الأخيرة اللي حصلت في مصر فوجئنا بالقرضاوي بيرتكب يعني أشياء لم يكن قد فعلها في حياته قط. يعني هو طول عمره من طيار الإخوان الرافض للعنف رفضا صريحا، بل الرافض للاعتذار عن القطبيين، بيقول لا يعني مش نقول نأول كلام سيد قطب، ودي مسالك ممكن البعض يستعملها، رجل مات خلاص فانت واحنا كنا بنستعملها، لكن تراجعنا لما لقينا ان كلامه لسه حي ولسه بيطبق كما هو ولسه خطة الردع بتطبق كما هي حرفيا، يعني ابراج الكهرباء والكلام ده ومش حاجة يعني عشوائية، لان بل ان حد ربما برضه مش معدود انه منظر فكري كبير ولكن له موقعه القيادي بيخرج على الهوى وهو في كامل قواه العقلية وبغير ضغط، هو عايش في بلاد خارج مصر حذلك، وبيقول في حتى قناة تلفزيونية بصفة عامة لها مواقفها المدافعة عن الإخوان، يعني فيش أي ضغط من أي نوع ولا استدراج ولا إلى آخره، يسأل أنتوا بتقولوا سلمية فهل تدمير أبراج الكهرباء من السلمية؟ ما قالش لا احنا بنعملش، قال نعم الكهرباء ديت هم بيقعدوا على ضوءها يخططوا لنا فاحنا لازم ندمرها، وان كان حاول بعد كده يسحب هذا الكلام. طبعا في كلام بيبقى مستعصي تماما عن التأويل بعد ما بيطلع من صاحبه، ان سؤال وجواب مفيش شبهة، سؤال وجواب ابراج الكهرباء هل دي من السلمية؟ يعني فقال أيوة تدمير ابراج الكهرباء لا يتنافى مع السلمية، وراح مبرر ده الى اخره. اذا الحاصل الشيخ القرضاوي طول عمره واخد موقف شديد جدا من سيد قطب رحمه الله، وواخد موقف من القطبيين جوه الجماعة، لكن لما حصل الأزمة الأخيرة وبدأت الجماعة تعمل مظاهرات وبدأت تظهر فتاوى في مواجهة الجيش والشرطة، فكانت الفتوى العجيبة جدا له انه يمكن المبادرة الى شيء من هذا العدوان، لان ده صائل وده طبعا برضو الاصول غير المنضبطة دائما، صائل لم يصل علي بعد لانه قد يصول او لاني اعرف من طريقتهم انهم يصولون، يبقى ده كده الحرب الشرعانة للحرب الاهلية اللي هو كان عايز المسلم الامريكي يقول ان هو راجل ملتزم بقوانين بلده، طبعا مع ما فيها من كفر وظلم وفجور، بل ومع رايحين يقتلوا شعوب اسلاميه بجريره، خلينا نقول انه هو بعد كده حاول يبرر امره وكان بعد 11 سبتمبر ماشي حد ضب. على فكره احنا كنا بنقول كنا وما زلنا بنقول ان احداث 11 سبتمبر عدوان ممن فعلها لو كان مسلم، هل بن لادن فعلها ولا لا، ولا حد فعلها وبن لادن رأى ان حاجة كويسة ان هو يفتخر بها؟ طبعا كانت احداث 11 سبتمبر
تستلزم قدرات عسكرية عالية جدا وقدرات تدريبية عالية جدا، ممكن تشك مين اللي عملها، لكن في الاخر بني ادم اعترف خلاص. اذا اعترف عموما من فعلها لو مسلم مخطئ، لانه بيغفر امان بلاد الكفار اللي دخلته بامان، ولانه بيستجلب ضرر على المسلمين، ولانه بيخلي قوة دولة بهذه القوة بتبحث انها ترد. لكن ده مش معناه ان هذه الدولة لما تيجي تقرر ترد بقتل الشعوب المسلمة، ما هي رايحة تضرب في مين؟ وانه يبقى المسلم الامريكي يقول لهم لا والله انا لو مشيت دلوقتي، وبعدين كل المسلمين هيمشوا مرة واحدة، ده كان كلام القرضاوي، هندي رسالة سيئة عن المسلم وعن وطنية المسلم وطنيته في امريكا. ده احنا كانوا لما بنتكلم على الوطنية هنا في بلاد المسلمين بتمر بالعافية، احنا بنقول كده صراحة. احنا الاصل دعوة الوطنية المجردة اللي بتخلي الولاء للوطن لا علاقة للإسلام به، لكن نحن نقول نقبل دعوة الوطنية داخل بلاد المسلمين، فنقول دي بلاد المسلمين وبناء عليها نحمي رعاية الدولة المسلمة من غيرها، من غير المسلمين. لكن أما أني أقول أنا عايز أقول أنه عايز يثبت عشان هو معاه الجنسية الأمريكية، عايز يثبت لأمريكا أنه هو مواطن أمريكي صالح وإن فعلوا ما يصادم دينه، مش وفعلوا وإن أرغموه على أن يفعل ما يصادم دينه، وإن أرغموا. كلام عجيب جدا جدا. يعني وسنأتي إليها، لكن لدرجة الشيخ القرضاوي نفسه حاول أن يعتذر عن تلك الفتوى، فقال والله ده أنا ده كان طه جابر علواني والشيخ والدكتور محمد سليم العوة ومش عارف مين وعملوا الفتوى وبعتوا لي أوقع عليها، فوقعت ثم علمت إن الجيش الأمريكي عنده يقبل اعتذار الجندي عن خوض الحرب إذا كان ضميره لا يستريح. فقال أنا كده قلت، وجدت إن كان ثمة مخرج أمام المسلمين، ولو كنت أعلم هذا لما وقعت على الفتوى. بعض الإخوة بيقول أهو تراجع. بلا شك يا إخوانا، من يعني مهم جدا أن يكون لدينا حرص على أن يرجع كل مخطئ عن خطأ، في بقى في أي جماعة من الجماعات، في أي مكان، في أي زمان، اللي عنده 100 خطأ شال منهم واحد يعني تحب هذا صحيح. أول رجل يعني أفضل إلى ما قدم، ما عادش في مجال لكده، لكن ده ما اسموش تراجع برضه، عشان ما جيش بعد كده أنا يعني أقدم شيء ده ليس اسمه تراجع. هو ما زال يرى أن المسلم المتجنس بجنسية دولة كافرة لما تيجي تقاتل لو التجنيد إلزامي، بل هو أمريكا التجنيد مش فيها مش إلزامي، ده هو الأول دخل الجيش اختياري، ده مجرد وظيفة كان ممكن ما يدخلش، ومع ذلك راعى له مصلحته. طيب وبعدين ده لو التجنيد الزامي واجباري وكل حاجه في الدنيا واجبروه ان يقاتل اخاه المسلم لا مجاز، والله عز وجل انزل في شان من خرج في جيش الكفار مقاتلا من ولي من المسلمين فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. فهو هنا مجرد قال انا في معلومة لو جات لي كنت هقول له عندك مخرج، تبقى تظل الفتوى على ما هي عليه في حق لو انه الجيش مش هيقبل اعتذار. اذا لم يغير من الفتوى شيء. طب لو هو راح اعتذر والجيش ما قبلش اعتذار، لو هو في بلد تاني ما عندهاش موضوع قبول الاعتذار ده، لا افترض حاجات كتير جدا. انت ما تظل انا بقولك بل كمان مش بنتكلم على حد في دولة التجنيد فيها مش إلزامي، ده لو التجنيد إلزامي وإجباري ونحو ذلك، يعني مع هو ابتداء الانضمام لجيوشهم مشكلة، لكن الأمر بقى فادح جدا إذا طلبوا منه أن يقاتل من وليهم من المسلمين. طيب المهم إن المدرسة الأولى اللي بينتمي إليها الشيخ القرضاوي هي مدرسة الأظهر، أشعرية العقيدة، مذهبية الفقه، صوفية السلوك، تأثر بها بلا شك. هو بيقول أنه خرج عنها إلى
رحابة الفكر الإسلامي نتيجة اطلاعه على كلام تيمية بن القيم، لكن هو ما بقيت عنده أثار أشعرية. تقدرش تقول عليه أشعري، بل لو كلامه في العقيدة هتلاقي أقرب إلى كلام السلف منه إلى كلام الأشاعرة. المذهبية هو تركها إلى إنه لا، يعني منهجه في التيسير المعاصر يقتضي عدم المذهبية. هو عايز يختار بين المذاهب أيسر حاجة أو أقرب حاجة إلى ما يفعله العامة فعلا، فلذلك وخرج عن المذهبية. الصوفية يعني أثرت فيه مجرد بس إن هو يعني عباراته فيها يعني تقدر تقول إنه قدر الإمكان بيحاول يبرز الوجه الحسن للصوفية، ولكن بيستنكر عليهم انحرافاتهم. فهو في الجملة ما تأثرش قوي بهذه المدرسة. المدرسة اللي تأثر بها أكثر هي مدرسة الإخوان، ومدرسة الإخوان كانت متأثرة بالمدرسة التوفيقية بتاعت محمد عبده رحمه الله. محمد، اتكلمنا قبل كده عن مدرسة محمد عبده. محمد عبده يعني شخصية فيها جوانب سلفية وجوانب أشعرية وجوانب اعتزالية، وهو رأس في مدرسة كان لها خطر، يعني أثر يعني سيء جدا في تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا. ويمكن اعتبار الشيخ القرضاوي رحمه الله امتداد لهذه المدرسة. محمد عبده كان وهو في مراحل الكتاب بيدرس تمهيدا لدخول الأزهر، حفظوا متون صعبة اللي كانت مقررة آنذاك، فترك العلم. القصة بيحكيها أحمد أمين في كتابه من زعماء الإصلاح في العصر الحديث، وهو حكاها في مذكراته بعبارات. المهم ان هو بعد ما ترك العلم التقى بشيخ صوفي من الطريقة السنوسية، طريقة صوفية نعم، ولكنها كانت متأثرة بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى حد كبير جدا. فهذا الشيخ عطاله بعض كتابات الدعوة الوهابية اللي فيها ذكر الدليل ومعنى، فانشرح صدره للعلم، دخل الأزهر وتفوق، وبدأ هذا مشروع عنده انه يحارب الطريقة التعليم الجامدة، المتون الشديدة التركيز اللي بتبقى صعبة جدا في الحفظ وصعبة جدا في الشرح، ويبقى في الشرح المطلوب فك العبارة، العبارة اللي ضغطناها جدا واحنا بنعمل المتن، يبقى الشرح غاية المراد منه انه يفك العبارة دون اتقان للمعاني. وهو احد رموز مشروع اصلاح الازهر. في الوقت ده كانت العلمانية على في يعني شدة غزوها لبلاد المسلمين، معتمدة على الخرافة الصوفية، أن العلمانية بدأت في الغرب بأن الدين النصراني المحرف خرافة، وأنه لابد أن العلمانية هي الإنقاذ من هذه الخرافة. فالعلمانية كانت بتعمل نفس الدور ده هنا. فكان محمد عبده معجب جدا من المنهج السلفي، سواء المنهج التيمي او بالاخص بقى هنا النتاج الفكري للدعوة الوهابية في ذلك الوقت حول النهي عن الخرافة ومظاهر الغلو في الصالحين وتعظيم القبور وهذه الاشياء المعروفة. فكان محمد عبده يعني رحمه الله مؤيد لهذا الجانب وناشر ليه، والى الان يعني بتلاقي ناس كتير بيتكلموا على محمد عبده كرمز، لكن يجي عند الحتة دي وما ياخدوهاش منه، ويعتبر انه في الحتة دي تأثر بالوهابية. نعم. الامر الثاني، كان محمد عبده معجب جدا بمنهج شيخ الإسلام تيمية في مسألة التبني لقضية ان العقل والنقل لا يتعارضان واطروحاته في هذا الجانب. فكان هو يعني معظم جدا شيخ الإسلام في هذا الجانب ومؤيد لاستمرار هذا الاتجاه. ده كده الجانب الحسن عند الشيخ محمد عبده. طبعا هو دراسته أشعرية، فكان باقي عنده بعض المواطن الأشعرية، لأن العقيدة الأشعرية عندها قصور في جوانب، فراح للعقيدة السلفية كما ذكرنا، وفي حاجات تانية راح للعقيدة الاعتزالية، فبقى عنده أجزاء من الاعتزال. ثم
القضية اللي هو إمام فيها إنه الغرب كان بادئ يطعن في جوانب تشريعية تتعلق بالأسرة، تعدد الزوجات، قوامة الرجل، تعدد الزوجات، الطلاق أصل، ثم جعل الطلاق في يد الرجل لأنهم عندهم عدم مشروعية الطلاق، وإن وجد عند الطوائف اللي بتقول به فقد تجعله في يد القاضي، فقال الإسلام جعل الطلاق مشروع ثم جعله في يد الرجل، ظلم للمرأة. فكان الشيخ محمد عبده رحمه الله وعافى عنه يعني من أسوأ آثاره أنه تبنى منهج إن نحاول ندور في التراث الفقهي على أي مذهب يقلل الفجوة بيننا وبين الغرب أو يبقى قريب للغرب. بيقوله في مسألة تعدد الزوجات تقييده أو استعمال الحل السحري بتاع إن من حق ولي الأمر تقييد المباح ليجعلونه يعني استعماله بلا ضوابط صار بمنزلة كأنهم يقولون أن من حق ولي الأمر يعني تحريم الحلال، ده في الواقع العمل. فده كان اتجاه محمد عبد، وده اتجاه تأثرت بيه جماعة الإخوان عموما وبرز جدا في على ايد الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى. طيب جماعة الإخوان أبرز أصولها الفكرية اللي أثرت في الشيخ القرضاوي رحمه الله. الأسمة الأبرز لدى الإخوان واللي قلنا الشيخ القرضاوي رحمه الله تعالى صار هو التعبير الأصدق عنها، المفهوم الواسع الفضفاض جدا لمفهوم المصلحة، يعني بحيث أنهم في كثير من الأحيان إن لم يكن في كل الأحيان يقدمون المصلحة على النص، حتى بدوا أمام العالم الخارجي كأنهم ليس عندهم مبادئ. وده ممكن تلاقي ده واضح جدا مثلا في موقفهم من العنف، بين الرفض التام للعنف، بل لما كان في الجماعات الإسلامية الجماعة الإسلامية في التسعينات وأحداث العنف كان بيانات الإخوان في التبرؤ منها غاية في الحد. احنا كنا بنمارس درجة من درجات المناصحة مع الجماعة الإسلامية وبنرد عليها رد فقهي، الإخوان كان بيرد رد سياسي عنيف جدا في انه يجب الضرب من حديد، وكانت كما حكوا ان الجماعة كانت عاملة توجيهات صارمة لكل المحامين التابعين لها بالمنع بالامتناع التام عن العمل حتى لو كعالم دنيوي في اي قضية تخص الجماعة الإسلامية. الإخوان كان لهم مثلا موقف من العنف، يعني موقف عنيف في رفض العنف، وبعدين هم نفسهم اللي مارسوا هذا العنف أو نظروا له. مش بكلم هنا زي إن البعض يقول على مثلا بيانات أمنية، لا بتكلم على تنظير نشر على موقع إخوان أونلاين، وتنظير قيل في الفضائيات، وتنظير قيل من المنظر الفقهي الأكبر هو الشيخ القرضاوي رحمه الله. المهم الإخوان عندهم مفهوم واسع جدا للمصلحة، ودي أبرز مشاكل الإخوان عبر تاريخهم. يعني أيضا الإخوان عندهم طبعا احنا بنقول المصالح والمفاسد، بنقول مصالح ومفاسد، لكن التطبيق المصالح، رتب المصالح كيف يرتب بينها، امتى ايه الحاجة اللي عمل اللي من أجل اللي عندها الحد اللي عنده ممكن اعمل الشيء المحرم، وايه لها ضوابط وفقه عظيم جدا ليس متروكا لمجرد رؤية سياسية استجيز بها، زي ما قلنا مثلا فتوى انه يعني هنا لما نقول الشيخ القرضاوي تطبيقه للمصلحة في قضية المسلم اللي هو الأول خلاه يعيش في دولة كافرة، ده كان محل نزاع بين الفقهاء أول ما بدأت الدولة القومية الحديثة تظهر بقى عندي دول كافرة، وأنه يتجنس بجنسياتها، ده كان بعض الفقهاء بيقول بأنه ردة في نزاع. طب لو قلنا حتى بالجواز ماشي، أنت خد بالك الخلاف في بعض المسائل ممكن يخليك تدرك
أو يأثر جدا على المسألة اللي بعدها. يعني إذا كان التجنس بالجنسية كان في مشكلات كبيرة جدا، وكثير من أهل العلم ابتداء رأى أن مجرد التجنس بالجنسية وإن لم يجعله يفعل كذا وإن لم يجعله يفعل كذا إن ده خطر وينافي القضية الولاء والبراء. فكيف لو أنت بقى رحت تعطيله فتوى خلاص أنت ترجح لديك أنه ياخد الجنسية وبعدين تبني عليها أن يلتزم بلوازم هذه الجنسية ثم تبني عليها أن يلتزم بأفدح لازم وهو أن يحارب إخوانه المسلمين. يبقى إذا فهنا شوف بقى مفهوم المصلحة راح فين وفين رتب المصالح. رتبة أن مسلم يعيش في دولة كافرة ويثبت لهم أن المسلمين يمكن أن ينسجموا في النظام العالمي ونحو ذلك. فدي الأمر المصلحي الفضفاض جدا اللي يقترب من البراجماتية بل لعله يقترب من الميكافيلية. الإخوان عندهم مشكلة في محورية قضية الحاكمية. طيب لك ما أنت تتكلم على الحاكمية، والحاكمية معنى عقدي. المعنى العقدي للحاكمية ما تكلمش عليه في الإخوان إلا سيد قطب. ومع هذا حتى القطبيين والسروريين وطبعا فضلا على الإخوان نفسهم في الآخر بيتحول أمر الحاكمية عندهم إلى من هو في موضع الحكم. عايزين نمارس الحكم فعليا أو على الأقل تكون العلاقة جيدة مع من هو في الحكم. طيب لو العلاقة جيدة مع من هو في الحكم يأخذ رخص برضو يوظف له المنهج الاجتهادي المصلحي الواسع، وهنشوف ده في الفتاوى او بنرى هذا في الفتاوى اللي ايه اللي بتعطى الاردوغان مثلا وبعض الدول الاخرى اللي بيتمتع حكامها بعلاقه جيده مع الايه مع الاخوه. اي حاكم لا يتمتع بعلاقه جيده مع الاخوه طبعا لو قال انه علماني طب خلاص ده كده هيبقى هو، لكن ممكن ما يقولش عن نفسه كده، وممكن يكون بيقول نفس كلام الاخوان انا اريد الشريعة بس عاجز عنها، لا يبقى ده منافق وبيجاملنا او يداهننا او يخدعنا. هنحيل دايما الى القلب ودايما مش هيثق في قلب احد الا اذا كانت العلاقة معه ايه جيدة. فصار مفهوم قضية الحاكمية في الاخر بيختزل الى اما ان نكون في الحكم فعليا وإما أن تكون ثمت علاقة جيدة مع الحاكم، وإلا وظف كلام الحاكمية كله في أنه الحاكم كافر وربما أحيانا أو على الأقل ظالم وفاسق، ويبقى كل من يتعاون معه. طب لو حد رؤيته أنه يتعاون من منطلق قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهيتعاون على البر والتقوى فقط، يعني مش هيطلع له فتاوى غير منضبطة، لا التعاون على البر. إذا كان هم واخدين قرار ما يتعاونوش معاه هيبقى هو ده ظالم، واللي بيتعاون معاه ولو في غير ظلمي لكن إلى الظالمين، والكلام اللي كلنا شفناه ده. لكن لو هو واخد قرار بالتعاون معاه يبقى هو تعطى له الفتاوى. ربما من أمثلة هذا، ونقول الكلام ده للأسف بينطبق على الإخوان وعلى كل المتعاونين معهم، لا أدري كيف يقنعون المتعاونين معهم على هذا. يعني كان الشيخ محمد عبد المقصود لما كان الإخوان في بداية الأمر لديهم ميل لترشيح البلدية، فكان في برنامج تلفزيوني قال أنا ممكن اختار البلدعي رئيس جمهورية لو ان منافسه كان يحيى الجمل مثلا، لان يحيى الجمل اكثر تطرفا في علمانيته من البلدعي. فهو هنا طبق قاعدة الايه المصالح والمفاسد. لما جينا احنا كنا في وقت من الاوقات متفقين احنا والاخوان، بل هم كانوا سابقنا في كده، يعني الدكتور بديع كان قال ان الاخوان لن يقدموا مرشحا، فسئل لماذا؟ قال لاني احب مصر والوضع في مصر لا يحتمل مرشح اسلامي. فاحنا كنا متفقين ان عايزين حد
مش منتمي للطيار الإسلامي بس محب للشريعة ويعني رجل مصري بسيط يحب الشريعة ويحب تدين الناس. طبعا هم غيروا اجتهادهم كذا مرة ففي الآخر يعني استقر الأمر، قلنا طب خلاص طالما هم غيروا احنا عندنا ناس تنتمي للطيار الإسلامي بس ما بقتش لها جذور تنظيمية. بعدين عرفت روح كان استقال من الإخوان فقلنا نؤيد عبد المنعم. كم السخرية مش السخرية اللاذعة من هذا الاختيار وانه دي خيانة للمشروع الإسلامي. ده راجل كان يعني بيقولوا عليه المؤسس الثاني للجماعة او المؤسس الثالث او يعني كان له دور كبير جدا عندكم. طبعا لعل يعني هو قدر الله كله خير يعني قدر الله ما شاء فعل يعني هو الدكتور علي مفتح فيما بعد برضه رجع للتحالف مع الإخوان رغم ان هو حضر 4/7 ما حضرش 3/7 حضر 4/7 لفترة كده وبعدين يبدو ضغطوا عليه او اي شيء لا ندري ايه اللي حصل انه ابتعد وبدأ يقول لا ده في ظلم الإخوان ايا ما يكن. ان حد بعد ما كان بيقول لو الدنيا بلدعي ويحيى الجمل اختار البلدعي صار يسخر من لك لو قلت والله طب انا مش عايز حد اسلامي تنظيمي بالذات من تنظيم صارم في بيعة زي الاخوان وبالتالي سيوجد اشكالية لما هو رئيس. طب هل هو مبايع المرشد ولا لا؟ هل سيلزم؟ والكلام ده لما في الاخر بقى صار هناك اعادة بين الدكتور مرسي وبين الفريق شفيق واتخذنا الدكتور مرسي اتكلمناه وفي ذلك اخذنا عليهم مواعيد ومواثيق فيه انه سيرد البيع على المرشد وانه يبقى رئيس لكل النصائح. والله كانت شرعية وسياسية لو عملوا بها لكن للأسف لم يحدث. انا اتكلم هنا على السخرية اللاذعة جدا اللي ايه من مبدأ لا احنا عايزين رئيس اسلامي طب يا اخوانا بقول بمجرد بس مش منتمي تنظيميا لا انقلب الامر تمام. وده يقودنا برضو انه من اهم سمات الاخوان انهم اتجاه تجميعي. قاعدة نتعامل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ومش بقيدوها بالخلاف السائغ. فكده هو اتجاه بيجمع كله بما في ذلك التقريب بين السنة والايه والشيعة. لكن مع انه اتجاه تجميعي وبيقبل حتى من سب الصحابة في طريقته في التجميع الا انه بيرى لو انك لك منهج مختلف في التعامل مع الخلاف بتقول والله انا مش مستريح لا ارى صحة تطبيق هذه القاعدة في مسائل التي خالف لمن خالف السلف وانما اطبق القاعدة النبوية وانه من يعش منكم بعدي صار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبتدي هنا يعتبر انت خطر. يبقى الشيعة مش خطر بس انت خطر. يبقى الخلاف مع الجميع لا يفسد الود قضية الا مع من له منهج مختلف في معالجة الخلاف. فهو اتجاه تجميعي لكن لن يقبل الطيار السلفي. طبعا كمان هو اتجاه تجميعي بس تحت رايتي. فبرضو اذا وجد احد موافق على كل اصوله لكن مش تحت راياته بيحصل كلام زي ما حصل بين الاخوان والسروريين في السعودية في بداية نشأة الطيار السروري وده موضوع تاني مش مجال تفصيل. هذا التجميع بيقودنا لسمة اخرى من سمات المنهج الاخواني انه لما بدأ عمل سياسي بدأ يتبلور بوضوح انه المطلوب من العامة العاطفة الاسلامية العامة لدفع للوقوف خلف الاخوان في انشطتهم السياسية. ومن هنا تم وبشكل صارم جدا تبني الفتاوى التي تحاول ان تبرر للعامة واقعه وما تخليش ان العامي عنده ازمة كبيرة. مش والله الناس دول بيقولوا لي زوجتك تتحجب بل تتنقب حتى لو بنقول ده مثلا على سبيل الاستحباب ولا الوجوب ولا يعني لو قلت بالوجوب تبقى مشكلة ولو بالاستحباب خليه في سرك يعني يبقى العنوان ان الاخوان بيقولوا الحجاب
ده العنوان اللي كان كل العامة يقروه، حتى اللي منهم لما تيجي تناقش فقهيا يقول لك ان سيادة الرجل كان في المستحب، تقول له فين اثر المستحب ده؟ انت بتكلمني في مستحبات كتير، في صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاث ايام من كل شهر، بتتكلم على سيادة الرجل كفين بهذه الطريقه؟ تلاقي لا 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 مش كده. يبقى انت ما خليتوش مستحب في الواقع، انت ادعيت فقهيا انك رجحت الاستحباب، لكن عمليا عاملتها معامله المباح، بل ربما معامله المكروه، بل ربما معامله المحرم حينما تذم غيرك انه يدعو الى النقاب. ماشي؟ فبدا الكلام لا احنا مش عايزين العامه ينفروا. فطب العامة ايه مشكلتهم؟ مش هنقول التبرج يعني، فيبقى على الاقل مش بنطالب بالايه؟ بالنقاب. وحتى شروط الحجاب شوية شوية بدأت ايه؟ تضمحل الى انه يبقى ساتر، بمعنى انه لا يكشف، لكن ان هو بقى ضيق، انه الوان ملفتة، بدأوا يتسامحوا مع هذا كله، وان كان يعني ده مر على مراحل. الغناء والله عشان بس ما نزعلش الناس، ويمكن غير كلام الشيخ القرضاوي في الكتاب الحرام يوسف الجذيع، عامل يعني كتاب واسع طويل، عشان في الاخر يقول يا اخوانا ان كل الادله اللي استدلتوا بها على حرمه الموسيقى فيها كلام، وفي الاخر الناس يعني ما تضايقش على الناس افراحهم وكده باشياء فيها مقال وبحث طويل جدا في الاخر. ده خلاصه المهم، انه مبدا بقى الترخص في الفتوى من اجل مين؟ من اجل العامه. هنيجي بعد كده احنا اقول لك ان في الاول هيبقى عندي في ترخص ومن اجل العامه، وبعدين من اجل الاقليات المسلمه اللي عايشه في اوروبا، وبعدين من اجل الاجانب نفسهم والغرب، ومحاوله سد الفجوه اللي بيننا وبينهم، او المسلمين اللي معاهم جنسيات دوله كافره، ومن اجل ان احنا نثبت للغرب ان احنا قريبين منهم. كل دي بقى حاجات يعني موجوده في الفكر الاخواني، اللي تقدر تقول ان الشيخ القرضاوي رحمه الله حمل هذا الكلام على عاتقه لفتره طويله جدا. من مما يميز من ابرز عيوب الاخوان تذبذب موقفهم من العنف، واحنا كنا فاكرين العنف مرحله مستقطعه في تاريخ الاخوان منسوب الى سيد قطب رحمه الله، طلع لا يعني عند طبعا انت بعد ما لقينا ان خطة الردع اللي كانت منسوبة لسيد قطب، او كنا مقتنعين كما حاول الاخوان ان يقنعونا، وكان من ضمن اللي مقتنع بكده الشيخ القرضاوي نفسه، بس بقى الاخوان بعضهم كان بيقول ده سيد قطب نفسه بريء من هذا، ده اتعمل من ورا منه، وبرضه التنظيم الخاص حسن بنا اتعمل من ورا منه، وكان بعضنا ممكن بيميل الى هذا، او من باب حسن الظن، او من باب اللي مات مات، طالما انك هتقول لي الكلام خطأ وبعدين تعتذر عن الرجل اللي عمل الخطا انه مش قصده او انه مكذوب عليه، كل الكلام ده يحتمل ان يعني ما توقفش عند انك مش بتحاكم الناس، انت بيهمك طالما ان الطرف الاخر اعترف معاك ان الفكره غلط. لا احنا بنقول الشيخ القرضاوي كان مصر على ان سيد قطب نفسه كان يقصد الى هذا الخطا، وان محتاجين تبرؤ واضح وصريح من هذا. لكن بعد الاحداث الاخيره في مصر اكتشفنا ان هذا العنف كان له جذور في كلام حسن البنا رحمه الله في رساله المؤتمر الخامس، وكان مساله ان التنظيم الخاص انفلت من حسن البنا تبدو مساله محتاجه اعاده نظر كبير، لانه ده المره دي اللي بيقود جماعه الاخوان طبقت خطه الردع بتاعت التنظيم الخاص بتاع سيد قطب. المهم تذبذب الموقف من العنف الذي لم يسلم منه الشيخ القرضاوي ايضا، رغم انه طول تاريخه كان له موقف واضح جدا من يبقى دول الثلاث مدارس، او يعني ممكن هم مدرسه الاخوان كانت امتداد لمدرسه محمد عبده. القرضاوي رحمه الله هو عبر عن فكر الاخوان او عما يريده الاخوان تماما، واخذا منهج المدرسة التوفيقية، وده بان جدا في الانتاج العلمي للشيخ القرضاوي رحمه الله. يمكن اول انتاج علمي
يمكن يعني الاعتداد به في كلام الشيخ من الشيخ القضاوي، كان كتاب رسالة الدكتوراه بتاعته كتاب فقه الزكاة، وده كتاب فقه تقليدي ينتمي للمدرسة الأزهرية اللي هو عامل رسالة الدكتوراه فيها. فهو بحث جيد يليق برسالة الدكتوراه في الفقه من جامعة الأزهر. يعني لن أغبط هذا الكتاب حقه ولن أرفعه إلى ما هو أعلى من ذلك. رسالة الدكتوراه جيدة في موضوع، يعني في كل مسألة بنجمع الأقوال الأدلة، مناقشة الأدلة، مناقشة الأدلة تبدو أنه منها أنه متقن لمناهج الاستدلال بشكل جيد. طريقة الترجيح بدا فيها ميل مصلحي ليس بارزا. يعني كل ما اروح للعبادات ويكون الراجل دارس فقه تقليدي هتديني اجابات ايه تقليدية. هنا الزكاة فيها قدر يشبه المعاملات لانها حق مالي، فبرضو ظهر المسألة الايه المصلحية شوية او ترجم. بعد كده طبعا الشيخ القرضاوي رحمه الله كان يعني ناقش رسالة الدكتوراه في أوائل السبعينيات، ودي كانت مجهوده اللي هو عمله في بعد ما طلع بالسجن فيما يبدو، ولا أدري رسالة الدكتوراه يعني كان أنجزها وهو في السجن ولا براه. المهم ده الفقه التقليدي، النتاج الفقه التقليدي للشيخ القرضاوي. بداية بقى أن الإخوان يعودوا للمنهج الإصلاحي، ولكن يعودوا للمنهج الإصلاحي على خلفية انه ما لهمش منهج صارم يدافعون عنه، وان عايز يقرب للعامة. فبدأ معانا القرضاوي تقدر تأرخ له كشخصية محورية مع كتاب الحلال والحرام. وعشان هنا كده هنقول يا اخوانا الرجل من حقكم ان تعتبروه اماما في منهجه والذي انتم وهو مؤمنون به، واللي هو امتداد لمدرسه التوفيقيه بتاعت محمد عبده. لكن ما تلزمش عموم المسلمين ان يعترفوا بهذا، لانه من بداياته خالص والناس قرت الكتاب كويس وردت عليه وقرت المنهج اللي هو كانش كتب في الاصول كتير وقتها، بس كان واضح بقى المنهج انه الـ 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 عدم الانتماء لمذهب عشان اختار من المذاهب ايه ايسرها. طبعا منهج التيسير هنا في يعني طبعا كل الحاجات دي محتاجة بقى مناقشات طويلة. يعني ايه منهج التيسير ورفع الحرج؟ يعني ايه الاجتهاد المقاصدي؟ يعني ايه الحاجات الأصولية اللي هو رجع إليها؟ إن الدين يسر ده خبر عن الدين أنه يسر، وبالتالي هذا يعني أنه لا يجوز لمفتي أنه يروح يشوف حاجة خارج الدين من باب التيسير، لأن هذا الدين هو في ذاته يسر. يبقى أنت دور على ما يؤدي إليه الدليل سيكون هذا هو الإيه. طب فيما أيسر منه ده هيبقى تسيب أو يكون عسر وأنت لا تدري. يعني لما نقول يجوز المرأة أن تنكح نفسها، قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله والجمهور يقولون بمقتضى الحديث لا نكاح إلا بولي. طبعا الإمام أبي حنيفة رحمه الله بيقول إذا هي كان من حق المرأة أن تتصرف في مالها وتعقد العقود، فإذا ففي نفسها من باب أولى، ويبقى كأن الحديث مشكل عنده. الإمام الشافعي بيرد عليه. طيب إحنا ده ميثاق غليظ، الزواج ميثاق غليظ، هل سمي البيع ميثاقا غليظا بتقسهم على بعض؟ طب الزواج يشترط فيه الشهود عندنا وعندك، وهذا لا يشترط في البيع. إذا أنت اعترفت أن الزواج شيء إيه غير البيع، فكان ينبغي إعمال الحديث بلا إشكال. الأئمة الأعلام كلامهم على العين والرأس، ولكن نأخذ من كلامهم ما يوافق الدليل.
إذا اختلف. في حد بيقول لا حدد مذهب واتبعه، القرضاوي رحمه الله بيرفض هذا، لكن في نفس الوقت مش بيقول أبحث عن الأرجح دليلا، ده بيقول إيه أشوف الأيسر. فهنا صار هذا هو بعينه اتباع رخص العلماء الذي حذر منه العلماء وقالوا من اتبع رخص كل عالم اجتمع فيه الشر كله. فبكورة خوض القرضاوي رحمه الله في هذا انه عمل كتاب الحل والحرام وجمع شوية فتاوى. طبعا مش عايزين نقول انه نتيجة عدم قدرة المنهج الفقه القائم على التقليد على مواجهة العلمانية كان حصل خفوت لهذا المنهج وانتشر بدل منه ما يسمى بفقه الدليل، حتى وإن كان من كتب مذهبية ولكن أو قلنا مثلا من الكتب، وحتى كان الإخوان بيتبنوها في وقتها كتاب السيد السابق رحمه الله فقه السنة، وكان ده حتى كان ده كان بيوجهه للعامة ازاي يتفقهوا في دينهم. فالكتاب كان مكتوب بروح فيها العناية بالأدلة وبيان مذاهب العلماء والترجيح، وطبعا لن يسلم كل كتاب من ان ده يرجع حاجة ده يرجع حاجة، بس المهم الناس تفهم الأدلة وتفهم وجه الاستدلال. فكان الفقه التقليدي او القائم على التقليد انسحب لانه مش قادر يواجه العلمانية، واللي قادر يواجه العلمانية العودة الى معرفة الدليل والحكم والتعليل، ويبقى الناس كلها عارفة الحكمة من تحريم كذا والحكمة من مشروعية كذا والحكمة من تعدد الزوجات والحكمة من مشروعية الطلاق وكل هذا الـ 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 الأمر. فبدأ ده يبقى الـ 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 الانتشار الفتاوى التي وصفت بأنها فتاوى سلفية. أو بالمناسبة كنت ربما يعني قلنا يعني التعليق ده قبل كده، حركة طالبان مترودية مش 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 سلفية، بس هم بينتموا للترتيب الفقهي المدرسة اللي هي ايه العقيدة الكلامية مع الفقه المذهبي مع السلوك الصوفي. هم في الفقه المذهبي احناف مقلدة بس من غير طريقة الشيخ القرضاوي ولا طريقة الشيخ محمد عبد، اللي هو انه هياخد الفقه الحنفي كما هو. يعني الشيخ القرضاوي يقول لنا ايه، لا انا مش عايز اتقيد بمذهب عشان هختار ايه الايسر الاقرب الى الناس، الايسر دي بيساوي عنده الاقرب الى الناس. فبدأ امام الناس كده ان طالبان دول سلفيين، لان هو هيلاقي في لحية هيلاقي في نقاب هيلاقي في تحريم موسيقى، ودي الحاجات دي كلها موجودة عند الأئمة الأربعة، بس ممكن أقول إن ستر الوجه والكفين عند بعضهم واجب عند بعضهم مستحب، بس هلاقي ده موجود ولو مستحب مع شدة التأكيد عليه ومراعاة الخروج من الخلاف بفعله. فعمليا هتلاقي سمات كده كان الناس فاكرين إنها حكر على المذهب السلف على المنهج السلف، لكنها حتى اللي بيدرس فقه تقليدي يعني ان هو ملتزم بمذهب ما من غير ما يحط المركبة بتاعت ايه بتاعت الاجتهادات المعاصرة اللي هتدور على الرخصة من هنا والرخصة من هنا والرخصة من هنا، ولو ما لقيتش تخترع زي ايه المسلم اللي في الجيش الامريكي او زي المسلمة التي اسلمت وهي تحت كافر فطبقا. فهو راح مجمع لنا شوية فتاوى أو شوية موضوعات، ستر الوجه والكفين، التدخين، الإسبال، اللحية، الغناء، التصوير، وكان ما زال روح الفقيه جواه. هو رجح ترجيح مصلحي وكل حاجة، لكن كان بيحاول يقنعك ان الترجيح ده وفق الدليل. فاجتهد اجتهاد كبير انه يعمل كده، بس من اعجب الحاجات اللي هو عاملها مثلا لما كان بيدافع عن مذهبه في ان الصور المرسومة مكروهة فقط، وقعد يأول الادلة لغاية ما ختم البحث بقوله ولا يعكر على صفو هذا المذهب الا حديث عائشة في شأن القرام الذي فيه تصور.
طب يا شيخانا، هو المذهب الأول ولا الأدلة الأول؟ طب هاب إنك عملت المذهب الأول، تبقي على قناعتك دي ودفاعك عنه رغم ان انت شايف ان في دليل ما لقيتلوش تأويل يدل على خلافه. طب لو انت كل الأدلة الأخرى لم تفد إلا الكراهة وجه دليل يفيد التحريم، ما هي الكراهة منضوية جوه التحريم، يعني الكراهة نهي ولكن غير ملزم، فانت جالك ما يفيد النهي ثم ما يفيد الإلزام، يبقى خلاص تطلع للتحريم على طول. لكن كان دي البداية. المشكلة الأكبر إن الشيخ القرضاوي رحمه الله هو اللي جمع القضايا دي في كتاب واحد، وهو اللي كتب مش عايز أقول يعني عشرات الكتب، مثلا كتاب الصحوة الإسلامية من الجمود والتطرف وحاجات كتيرة شبه كده بيدندن فيها حول ان السلفيين عندهم مشكلتين، انهم مدرسة القول الواحد، وده غير صحيح. يعني في فرق بين ان كل مجتهد وكل عالم وكل طالب علم له اختيار في المسألة، وبين انه لا يقبل الخلاف في المسألة، والامر الثاني انهم متمحورين حول بعض الجزئيات. يا عم انت اللي جيت ناقشتنا في الجزئيات، انت جمعت شويه جزئيات كده وعملت عليها كتاب وقلت ان ده للرد على هذه المدرسه. فكما ذكرنا بيحاول دايما يجرك الى معركه تبدو دائما فيها انك خاسر. بلا شك ان تتزامن مع هذا كتابات جيده في الرد على العلمانيين، زي كتاب شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، الإسلام في مواجهة العلمانية، حاجات من هذا القبيل. لكن هو بدأ يظهر بوضوح أنه صاحب منهج فقهي مختلف، وبدأت كتابات أصولية بقى، عوامل الساعة والمرونة في الشريعة الإسلامية وغيرها، بدأ يكلمنا ويبين انه له منهج اصولي في استعمال اداء مصادر ادلة الاحكام المختلف فيها، العرف والمصلحة المرسلة ونحو ذلك. وسبب الخلاف ان من انكرها من العلماء السابقين رأى أنها تفتح باب للرأي المذموم، ومن أقر بها قال لها ضوابط لا تجعلها رأيا مذموما وإنما تجعلها جزء من فهم الدين. فجي هو قال دي عوامل الساعة والمرونة في الشريعة، يعني بمعنى فلنستعملها على أنها رأي لاستيعاب إن احنا ما نضيقش على الناس في، يعني هو ذهب إلى هذه الأبواب فقررها على الطريقة التي ذمها بها العلماء. بدأ الكلام ده، ورصيد الفتاوى بقى بيزيد والتنظير بيزيد ما بين المصلحة إلى المقاصد الشريعة إلى الفقه الأولويات إلى المآلات، وكل حاجة من دي يعني لها أصل صحيح، لكن طريقة الاستعمال فاسدة. نعرف هذا من النتيجة، بمعنى ان اي باب من هذه الابواب تستعمله سيؤدي بك الى اجتهاد يصادم النص والاجماع، يبقى جزما يا اما الباب من بابه باب مخترع ليس صحيحا، او طريقة تطبيقك له كانت خاطئة. وده اللي ظهر جدا في كثير من الفتاوى الجزئية اللي قالها الشيخ القرضاوي رحمه الله، ولعل يكون لنا مرة نناقش من الناحية الأصولية ايه الخلل اللي بيخلي استعمال قاعدة المصلحة تودي لكده، ايه الخلل اللي بيستعمل استعمال قاعدة المآلات تفعل هذا، ايه الخلل. وده الأكبر بقى ان لما يقولوا لنا المقاصد، ما أدراك المقاصد ده علم من العلوم الشرعية، فلما بيقلبوه لما يسمى بالاجتهاد المقاصدي ويهدر من اجله قواعد الاجتهاد المعروفة شرعا، يبقى ايه المشكلة هنا؟ عشان بس ما نبقاش طولنا عليكم،
بعد كده لما بدأ الإخوة يعني نتكلم بسرعة على بعض، لما الإخوان بدأوا العمل السياسي في 84 العمل، طبعا الأستاذ حسن البنا رحمه الله كان خاض عمل سياسي، وبعدين طبعا خلاص بعد مقتل الأستاذ حسن البنا رحمه الله والأحداث اللي مرت بالجماعة وبعدين التحالف مع عبد الناصر ثم الصدام معه، كان حصل انقطاع، خرج الإخوان للعمل الدعوي فقط في أوائل السبعينات، وبعدين في أوائل الثمانينات 84 تحديدا عادوا إلى العمل السياسي بشكل أكثر تنظيما وبتنظير أعمق، تولى الشيخ القرضاوي تنظير معظم جزئياته، منها إن كان في كتابات كتيرة جدا خرجت حتى من الإخوان نفسهم في نقد فكرة الديمقراطية، فهو قال أعاد تعريف الديمقراطية تعريف يخصه هو، وقال انتوا مش فاهمين الديمقراطيه صح، ودي احد الاطروحات. يعني احنا لما جينا نعمل نفكك مفهوم الديمقراطيه ابقينا على التعريف كما هو، وقلنا تبقى على حكمها عند من ياخذ بها على حالتها، في افسد جزء فيها تقرير حق الحاكميه لغير الله، لو قدرنا ننزعه وده ممكن ننزعه بنص دستوري هتبقى صار نزعنا عنها الصفه الكفريه. فرق كبير جدا بين حد لا انتوا قرأتوا الديمقراطية غلط واعيدوا قراءتها ويعرف ديمقراطية خاصة به، ودي طريقة بيتبعها الشيخ القرضاوي عموما لما بيحب يمرر فكرة مستوردة، مش انه على الاقل بقول الفكرة دي بسيطة مكونة من فكرة واحدة ولا مركبة من افكار، ولو مركبة من افكار هل قابلة للتفكيك ام لا، لا لا هو بيعمل اعادة تعريف، اعادة تعريف ليعطي في الاخر العنوان الرئيسي انه هو ومن وراءه جماعة الإخوان ومن وراءه الطير الفكري اللي هو بيمثله صاروا يقبلون بكذا، يقبلون بالديمقراطية، يقبلون بالإخاء الإنساني، يقبلون بكذا، يقبلون بكذا. فهو الديمقراطية من بابها كده أعطاها جواز مرور بدون ضوابط، حق الانتخاب والترشح للمرأة أعطاها جواز مرور، ولاية المرأة يمكن هو تذبذب في المسألة، والباب اللي هو فتحه هو باب لعله يعني يمكن يعني بحثه وتمحيصه، هل الحاجات اللي هي زي البرلمان او كده اللي هي بيبقى 100 او 200 او ربما احيانا 500 او 600 عضو المرأة فيه صارت كده في ولاية، ولا ده الولاية للمجموع وليس للأفراد؟ كما ذكرنا ممكن كل نظر ما في بعض الأمور، لكن كمان هو مرر الأمر كله على بعضه، بل يعني كان من ضمن الأدبيات المضطردة لدى الإسلاميين بالذات والإخوان وغيرهم إن الأصل في المرأة القرار في البيت، وقرنا في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية، لو إن القرار في البيت ده تشريف للمرأة وصيانة لها وصيانة للأبناء إنها تقعد ترعى أبنائها. القرضاوي بدأ يتكلم في عمل المرأة في انه يعني كانه يعني تشجيع للمراه على العمل او نحو ذلك، فدي كانت الحزمه اللي جت في العمل السياسي، ودايما الاجتهاد المصلحي اللي هيخلي ان ممكن تحت يعني دعوه المصلحه اخلف النص، او الاجتهاد المقاصدي تحت دعوه موافقه الشريعه. لما بدا بقى الكلام على الاشاره الى يمكن الممكن حدوث قبول عالمي للاخوان والاعتراف بهم كجماعات كمعارضة موجودة في كل البلاد اللي هم موجودين فيها على ان هم يبقى عندهم اعتدال، فعلى طول برضو الجماعة والقرضاوي او القرضاوي والجماعة او ما نعرفش مين بيأثر في التاني اكثر، بدأت حزمة حاجات تانية زي ختان الاناث، زي فتاوى بقى في الاخاء الانساني بلغ فيها من التطرف مبلغا الى ان هو يرثي البابا الفاتيكان ويثني عليه بانه رجل خدم دينه كما لم يخدمه احد قبل. الكلام ده لولا العذر بالجهل والتأويل لكان فيه مقال. انت تثني على رأس من رؤوس الكفر، مش حتى ان هو كان عنده شجاعة، كان عنده كرم، حاجة من الايه اللي ممكن يعني صفة توجد عند الكافر، لا ده بيثني عليه بانه خدم دينه، كلام في غاية العجب. وهو طبعا القرضاوي كأنه لا أدري هل سبقه أحد أم لا، لكن هو قد يكون من أوائل اللي أشاروا لقضية يا أخوانا أنتوا ليه بتقولوا الإخاء في الله، مع أن ده يعني حاجة من أدبيات الإخوان الأخوة في الله،
ولقب أخ مثلا، خذ إيه، إنما المؤمنون إخوة. فيقول ما في حاجة اسمها أخاء في النسب، وفي حاجة اسمها إخاء إنساني عام، والقرآن قال وإلى عاد أخاهم هود. فده طيب، هي عاد دي دين ولا قبيلة؟ قبيلة. فلما أقول أخو عاد يبقى أخوهم في إيه؟ في النسب. طيب الإسلام ده دين ولا قبيلة؟ لما أقول أخوة الإسلام تبقى إيه؟ أخوة الدين. يبقى في أخوة في النسب آه، بس أنت جاي بتقول لي الأخوة الإنسانية، طب دي جبتها منين؟ وأخوة النسب تبقى مقيدة لما بتكلم عن نسب. الأخوة المطلقة إنما المؤمنون إخوة. فصار خلاص إيه؟ مصطلح الإخوة، طب ده مصطلح الأخوة في حد ذاته مرروا بهذه الطريقة. طب المحبة بقى ما فيهاش دي كلام؟ لا، يبقى إيه؟ الآيات اللي فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دي كلها خصصها من عند نفسي. بإيه؟ بأنها في المحاربين. وخلى ليه يا عم؟ لأنها معارضة فيما يظن بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. مع إن الأئمة، لما نرجع بقى الأئمة الأربعة على فكرة يعني، أو المذاهب الأربعة متفقين على مبدأ عام، إن هو هنا أين التعارض عشان أبتدي أقول ده مخصص لده؟ ده نهي عن الحب وده أمر بالبر والإقساط، والبر والإقساط ممكن يتم بإيه؟ مع عدم الحب. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله ليخلص تمر يهود خيبر، كان انسان صالحهم ان هو ايه، بعد ما افاء الله عليه بتمره بالشجر بتاعهم ونسبه لهم يزرعوه على ان لهم نصف الثمر. فكان جرت اعادة اللي بينهم من بعض شركة في النخل، لان المزارع اللي في البستان اول ما النخل بيبتدي بقى يخضر كده قبل ما يبقى بعد كده يصفر ثم يبقى رطب ثم يبقى تمر او يحمر ثم يبقى، بيبتدي عايز ياكل منه، عايز يدي لضيوفه في كل مراحله قبل ما يتحول الى ايه، الى تمر. فكان هناك عرف والشرع ابقى انه لما يظهر الثمر نعمل عملية تقدير هو هيدي قد ايه تمر، وبالتالي يخلى بين المزارع وبين الانتفاع، يبتدي ياكل في نصيبه بقى، بس عشان وقت ما يبقى تمر اللي موجود ده هيبقى بعد ما التاني اخد منه، فيبقى على الخرص اللي تم على التخمين. فكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخلص تمر اليهود، فاعطوه حفنة من التمر، فقال يا اعداء الله أتطعمونني السحت، تدوني رشوة؟ سنة. قال فوالله لقد جئت إليكم من عندي أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض الناس إلي، وما يمنعني حبي إياه ولا بغضي إياكم على أن أعدل بينكم. المهم بقى المرحلة دي جت لنا فتاوى في قدح في أصل الولاء والبراء، اختراع الإخاء الإنساني، وكلها بقى بتبقى خط كده منزلق يفضل ماشي إلى أن نصل إلى إيه؟ كان إلى الفتوى الفادحة أو الكلام الفادح في حق بابا الفاتيكان السابق. بدأ بقى المسلمين اللي عايشين في الغرب، طالما إن في منهج بيعطي رخص ويعطي مخالفة للشرع في غير أحوال الضرورة، قالوا طبعا احنا لنا عندكم جانب ولا ملناش؟ ففي حزمة فتاوى بقى انه ممكن يتعاملوا بالربا لان الدنيا قائمة على الربا، الذبائح انه ما يلزمهمش احكام الذبائح، الولاء والبراء طبعا هو كان واصل فيه المرحلة فمن باب اولى هم في غيرها، ثم التجنس بجنسيات الدول الكافرة، وكان افدحها على الاطلاق فتوى مش ده فتوى دخول المسلمين في الجيش الامريكي في حد ذاتها منكرة، فكيف بنقول لا ده يدخلوا ويخرجوا في الجيوش اللي رايحة تقاتل بلاد المسلمين، بس لو يقدروا ما يمارسوش عمليات القتال
المباشرة إبارة. طبعا كما ذكرنا بعد كده اعتذر أنه لو كان يعلم أن الجيش الأمريكي يسمح للأفراد أنهم يعتذروا عن الحروب التي يستشعرون فيها الحرج ما كانش قال كده، أو ما كانش وافق على فتوى الأستاذ العلامة طه جابر العلواني والأستاذ البحاثة محمد سليم العوي. يعني هو بيثني على أصحاب هذه الفتوى، عايز يشيلها لهم بقى يرجعها لهم تاني. هم أفتوا بيها وقالوا لي ضيف توقيعك، فأنا أضفت التوقيع، وبعد ما أضفت التوقيع علمت بأن كان في مخرج، ولو كنت أعلمه قبل أن أوقع لما وقعت. أولا هو بيتكلم على الفتوى بكامل الاحترام، يبقى مش متراجع عنها ولا حاجة، وعلى أصحابها بكامل الثناء والتبجيل. ثم هو مفهوم كلامه أنه لولا هذا الأمر كان هيبقى هو مصر على فتوته. هو تراجع لأنه وجد مخرج كان يمكن أن ينصح به. طبعا من ضمن الانحرافات التي القرضاوي رحمه الله تعالى إمام فيها التقريب من السنة والشيعة، إمام فيها في المرحلة المعاصرة، إلا أنه تراجع. وإن كان أنا بقول تراجع يعني مراعاة لوفاة الرجل، يعني وأنا ربما فهمها، يعني أنا كتبت مقالات في استنكار الدرجة اللي كان وصل لها من مداهنة الشيعة، ثم كتبت في استحسان ان هو بيقول انه اكتشف ان الشيعة بيخدعونا وان احنا متفقين، لا السنة يدعو الى الشيعة، لا السنة يدعو الى السنة في بلاد الشيعة، ولا الشيعة يدعونا الى التشيع في بلاد السنة. انا اكتشفنا انهم بيضحكوا عليهم، انهم جايين يدعوا للتشيع في مصر والسودان، وانهم عاملين مزار ابو الالوة، مقام ابو الالوة المجوسي مزارا جملوه ونحو ذلك، وانه كده هم لا يستحقون ما كان يدافع به عنه. هذا موقف يحمد له، ولكن يظل كلامه في التقريب كما هو. يعني لو كان الشيعة حيوفوا معاه بمسألة انهم لا يدعون الى السنة في الى التشيع في بلادنا، كان حيظل على الدفاع عنهم، واننا نلتزم نسيب الشيعة اللي في ايران يعتقدوا سب الصحابة وسب عائشة رضي الله عنها، وهذا مما لا يقول به احد من السنة. طبعا قلنا كان الشيخ القرضاوي رحمه الله له موقف واضح جدا وممتاز من قضية العنف، الا انه في اخر حياته للأسف نقض هذا. دي فتوى والأسس الأصولية اللي هو بنى عليها من غير ما نناقش تفاصيل هذه الأسس، وإلا دي تحتاج وقت طويل. إيه الخلل اللي يخلي حد لما يطبق المصلحة يطلع فتوى زي بتاعة الجيش الأمريكي، أو لما يطبق فقه الأولويات أو فقه المآلات أو ما يسمى بالاجتهاد المقاصد. هو يحسب للشيخ القرضاوي انه لفترة ما، وثم نقض هذا ايضا للأسف، انه كان كلامه على السنة، يعني هو لم يمس الاصول بتاعة الكتاب والسنة ومرجعية هذا، وكتب في تثبيت هذه المرجعية، لكن كان بقى ادوات الاجتهاد في فهم هذه النصوص فيها انحراف، الا انه لم يستمر على هذا الى النهاية. وبعد ذوبعة كتاب السنة النبوية من أهل الفقه وأهل الحديث بتاع الشيخ الغزالي رحمه الله وعفى عنه، هو كأنه يعني ناصر قرينه بكتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية، واللي فيه نوع من يعني حتى ال خدش مرجعية السنة بشكل كبير، مع انه كان طول عمره مش مستغني عن يعني يخدش مرجعية السنة بادوات الاجتهاد اللي عنده، اللي هي تقديم المصلحة او ما يسمى بفقه الاولويات عنده. وكان طبعا مسألة الاولويات كمسألة بس عابرة جدا كده برضو،
مفيش عاقل سلفي او غير سلفي بيقول ان كل مسائل الدين على رتبة واحد، ولكن احنا بنقول انتوا بتحتاجوا الترتيب بين اي مصلحتين ليه، عشان اذا تعارضت مصلحتان قدمت اولاهما. احنا بنقول لهم حضراتكم بتيجوا المصالح غير متعارضة وتقولوا دي اهم من دي، اذا الاقل اهمية اسكت عنها الان وما تتكلمش فيها دلوقتي ولا تتعلمها ولا تعلمها، وهذا خلاف قوله تعالى يا الذين لم يدخلوا في السلم كافة، وخلاف هدي السلف، وخلاف القاعدة اللي بتدعوها انتم ان انتم مشغولون بجزئيات عن الكليات. تعالى اثبت لي ان ما تسميه انت جزئيات شغلة عن يقولك المسلمين في فلسطين. طب انت عايش ليل نهار ما عندكش انك تتكلم على قضية فلسطين؟ مش بتتكلم يعني، مش بتطلع في برنامج او في برنامج فتاوى الناس تسألك مش عارف في العلاقات الزوجية، والناس مش عارف تسأل في ايه، وساعات بعض الفتاوى تبقى حتى غير لائقة. طب اذا في مجال اهو اتكلم في حاجات تانية. طب لو انا في الحاجات التانية دي اتكلمت بقى في الحجاب، هو الحجاب مش مسألة هامشية ولا حاجة، اتكلمت في الحجاب كأصل، وبعدين كتحقيق في النهاية اتكلمت على ستر الوجه والكفين وانه اقل درجاته الاستحباب مثلا، وبالتالي يعني يا اما واجب فيجب الالتزام به او مستحب فيجمل ونخرج من الخلاف، او اي او حتى رجحت الوجوب. ايه اللي شغلك في كده؟ ما انت بتتكلم في حاجات تانية كتير جدا. طبعا الاجتهاد المصلحي من شأنه ان يوقع صاحبه في التناقض. يعني تخيل ان يكون صاحب فتوى ان المسلم الامريكي يخرج في الجيش الامريكي ليقاتل المسلمين في افغانستان او العراق، هو صاحب فتوى تحريم شرب المشروبات الغازية مش الامريكية حتى، اللي علامتها التجارية امريكية، ويبقى في الفتوى دي واخدها على صدره زي ما بيقولوا بشكل اوف دي كده برضه. طب هنا اقول والله نحاول نضرهم تجاريا قدر الامكان، بس نشوف ده هيعود عليهم ولا على بلاد المسلمين. طب ما يمكن، طب لا، الفتاوى لما يتخذ قرار سياسي بانه نحتاج نعمل مقاطعة تخرج الفتاوى بسرعة جدا، وهي نفس الشخص. طب ادرس الموضوع من كل جوانبه، طب راعي المسلمين اللي عملوا استثمارات في هذا الامر، طب قول اذا كان لها بديل او اذا كان ملهاش. لا، هو دايما كان بتخرج برضو الفتاوى مطلقة، وساعات بقى اللي يقولك مش عارف المشروب اللي تشرب مشروب كذا ده كأنك تشرب خمرة وحاجات كتيرة جدا من هذا الباب. طبعا عموما بصفة عامة، وزي ما يبقى ان الـ 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 لما نقول على بابا الفاتيكان انه خدم دينه ونثني عليه بهذا، ده ما فيهوش مشكلة. ولو حد تعاون مع حاكم بلدي الذي بينه وبين الاخوان مشكلة في البر والتقوى فقط، هذا ركن الى الذين ظلموا، وبالتالي هو ظالم مثلهم، وبالتالي الى اخر هذا. فدايما مفهوم المصلحة بالتوسع اللي بيتم بيقود كما ذكرنا الى تناقضات. ولذلك هنلاقي عند الشيخ القرضاوي رحمه الله وعند كل ارباب هذا الاتجاه تناقضات كبيرة جدا، يعني ليس هذا مقام ايضا استقصاء. ده تعريف عام يعني منهج الشيخ القرضاوي رحمه الله وعفى عنه، وبيان ان في النهاية الخلاصة انه امام في فكر معين. هذا فاذا اصحاب هذا الفكر يعرفون له تلك الامامة هذا شأنهم. لكن احنا في حياة الشيخ القرضاوي رحمه الله وبعد وفاته ومع من اسسوا هذا الفكر قبله ومن يسيرون عليه بعده، وربما بعضهم اكثر تطرفا منه زي الترابي والغنوشي، بل مثلا كلام سعد الدين الهلالي هو امتداد لهذه المدرسة. ما قالوش كل يعني، هو سابق ب 30 40 خطوة لقدام،
لكن هي نفس المدرسة يعني ما قدروش يردوا عليه لأنها هو استعمال لنفس الأدوات للأسف. لكن بنقول سواء اللي قبل الشيخ القرضاوي أو في حياة الشيخ القرضاوي رحمه الله أو اللي لسه أحياء من هذا الاتجاه أو اللي لسه هيبقوا، نحن في خصومة مع هذا المنهج. فرجاء ان ما حدش يقول انتوا ليه في خصومة مع رجل مات واين حرمة الموت، لا احنا في خصومة مع المنهج، احنا في خصومة مع كل وهذا يعني في حق يعني كل المناهج اللي فيها انحراف عن منهج اهل السنة. فنحن في خصومة مع هذا المنهج، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى ان احنا نكون خصومة منهجية وليست شخصية، وأن نراعي فيها قدر الإمكان اللغة العلمية في نقد ما نراه يعني مخالفا للكتاب والسنة وإجماع الأمة وما كان عليه سلف. ده الخلاصة اللي حبينا نقولها في هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين، ونسأله عز وجل أن يرحمنا أمواتا وأحياء. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.